لقمان اختلف فيه العلماء كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، هل هو نبي أم أنه رجل صالح؟ قال والصحيح أنه رجل صالح. ونقل عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين كمجاهد بن جبر أن لقمان كان قاضياً، وكان في زمن أو في عهد داود عليه السلام، وكان قصيراً أسود اللون أفطس الأنف، وكان من النوبة، قال ابن كثير نقلاً عن هؤلاء، وكان من السودان. السودان يعني ما إلا شنو بلدنا دي يعني سوداني، لكن كان يعني لونه أسود يعني، زول حكيم. والوصايا دي يا جماعة أي زول توصي بها انتقدك يقول لك يا أخي كذا موضوع دك، قول لي تحكم ولا لقمان؟ ما هو ذا الحكيم ذاته، وذا حكمته ثبتت بالقرآن، دي تزكية جات من فوق. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، لأن النعم تقابل بالشكر، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. أنت بتشكر الله، لكن الخير ورا الشكر ده بيرجع عليك أنت. عشان كذا قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أنت بتشكر الله فاشكروني، فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أنت لو كفرت النعم ما بتضر الله سبحانه وتعالى، ولو شكرت الله على النعم الزيادة بتجيك أنت، الخير بيجيك أنت.